جلسة مفتوحة. إذن تأكدت من توزيع جزئي للتقرير من طرف اللجنة، وتأكدت من جهة أخرى على أن التقرير وزع بطريقة شاملة إلا 10 و25 تقريبا. إذن على أنه جمعنا مع رؤساء الفرق وبالإجماع اتفقنا على أن اللجنة أعلن على أن جلسة تؤجل إلى الصبح 10:30، ويعود ذاك ذيك الآجال اللي 48 ساعة يعود ما تلا فيها تأويل لا من طرف ولا من طرف ثاني، وهذا بالإجماع من رؤساء الفرق. 10:30 غدا إن شاء الله جلسة مرفوعة.